يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها الخليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقى قيامه بنفسه نلت التقى تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة للرأي أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرى فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة فالعلم جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخدتقا واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف
وليس بالترتيب كالمألوف، ويستحيل ضد ما تقدما من الصفات الشامخات فاعلما، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها، والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر، وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله قد أساء الأدب، واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل، وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم، وجائز كالأكل في حقهم، إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة، ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء، وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضرور، وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام، فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب، وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثناء، وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار، وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا، وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر، فكن له مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء، وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام، مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال، وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمى، والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. العديد من العلماء الذين